لو الحكاية فيها إن فيتو. احنا حضرتك عشان نعرف هونة الألبومين إنها صالحة وغير صالحة بنرج الإزازة ونقلبها، فلو هي غير صالحة بتظهر رواسب في القاع، في قاع الزجاجة، فطبعا بتبقى كده مش مظبوط. طيب التركيبة الناس اللي بيعملها تحت بير السلم دول يا دكتور سيد، انا اسمع حاجات غريبة كده بيدخل فيها بعض المكونات، زي ايه كده؟ والله احنا تطرقنا لدي تحت، ففي ناس اثبتوا بالتجربة او عرفنا انها بيعملوها من مية الحلبة. الحلبة الخاصة دي الحلبة اللي احنا بنغليها لانها هي تقريبا انا شايف اللون برضو قريب من اللي. فعشان كده حتى لما حضرتك هترجاها او ما مهما وصلوا من الدقة هنلاقي فيها رواسب. هتلاقي فيها رواسب. طيب بالنسبة دلوقتي لا قدر الله حد يعني خد اللي هو الدواء المغشوش ده، بيظهر نوع من انواع الحساسية للمريض اول ما بتتعلق له. بتظهر عليه حساسية في منطقة معينة او هو بيحس بيها وهي بتمشي في جسمه عن طريق الوريد. طب يبقى احنا برضو بننصح ان المريض في حالة اخدانه المستحضر ده لو حس بحساسية او حاجة يوقف، بيوقف على طول ويعرف ان الدواء اللي جابه ده للاسف غير صحيح. ودي حصلت مره عندنا في مستشفى الطور من حوالي 3 شهور للشيخ صفوت. وكان جابها من صيدليه ما في الشرم. وحصلت له وفعلا لقاها غير صالحه للاستخدام، وقفنا الحقنه على طول. بالتوفيق يا فندم، اشكرك.